وصفة النهاردة سهلة جدا واقتصادية. هعمل النهاردة صوص الشوكولاتة الرهيب الاقتصادي، بدون حليب بدون شوكولاتة، في ثواني هيكون جاهز. ياريت لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش لايك وشير الفيديو، ولو مش مشتركين في القناة تنزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. ويلا بينا نبدأ. في طاسة على البارد هحط فيها 3 معالق كبيرة سكر. استخدمت المعلقة المعيارية. هحتاج كمان معلقة كبيرة نشا. معلقة كبيرة بودرة كريم شانتي. دي هتظبط القوام معاكم جدا. ثلاث معالق كبيرة كاكاو خام غير محلى. استخدموا نوع كاكاو كويس لان هو ده اللي هيديكوا الطعم الحلو للصوص. هحتاج كمان كوباية مية. هقلب كل المكونات على البارد كويس جدا بحيث ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. وبعدين هحطه على النار، على نار متوسطة، واستمر في التقليب. بعد دقايق هتلاقوا الخليط تقل معاكم. هقلب كويس عشان ما يكونش فيه اي تكتلات او رواسب من تحت او في الجوانب. شايفين الصوص تقل معايا ازاي؟ ده القوام المطلوب. وبس كده هطفي النار عليه. واصبه في طبق واسيب يبرد تماما. ممكن احتفظ بيه في اي برطمان او ازازة نظيفة واحتفظ بيه في التلاجة. وصفة سهلة وسريعة واقتصادية، ما خدتش لا وقت ولا مجهود، بمكونات موجودة في كل بيت. اتمنى من كل قلب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم تاني على خير قريب في فيديو جديد. وباي باي.